Thank you. Oh, thank you so much. Well, that's a good-looking group. Thank you. Well, first of all, let me thank President Hennessy for the introduction and the entire Stanford family for letting us take over the campus for a few days. As some of you know, John is stepping down after 16 years as president of Stanford. Fortunately for me, I cannot do that to just stick around longer than my term limit. John, I'm sure there are some people who want you to stick around longer, but I'm confident that you're going to do extraordinary things, and we could not be prouder of John Hennessy and Stanford and all the great work that they have done. So please give him a big round of applause. Now, it's summer break. Just so all of you know, Stanford is not always this quiet. This school is unique. Folks ride on bicycles everywhere. وترى الطلاب على الدراجات الهوائية في كل مكان. وأيضا المهندسية البرمجيات والحاسوب أيضا منتشرين وهذا أمر يجعلهم رائجين. إذا نحن سعيدون لأن نكون هنا وأعرف أن لست المتحدث الأول فالعديدين من قد قطعوا مسافة طويلة ليأتوا إلى هنا ومن جميع أنحاء العالم وبعض هؤلاء الزوار هنا أول مرة يأتون إلى المتحدة الأمريكية ودعونا أقول بالنيابة عن الشعب الأمريكي نرحب بكم في قمة ريادة الأعمال وإلى الولايات المتحدة الأمريكية نحن سعيدين جدا لاستضافتكم هنا لن ألقي خطابا طويلا لأنني ما أود أن أقوم به وأن أجري حوارات مع بعض الناس المميزين هنا وأولئك الأشخاص الذين سوف نقدمهم بعد قليل أود أن أتحدث عن الوقت وسوف نتحدث عن قرار الشعب البريطاني في خروجه A few hours ago, I spoke with Prime Minister David Cameron. David has been an outstanding friend and partner on the global stage, and based on our conversation, I'm confident that the UK is committed to an orderly transition out of the EU. We agreed that our economic and financial teams will remain in close contact as we stay focused on ensuring economic growth and financial stability. I then spoke to Chancellor Merkel of Germany, and we agreed that the United States and our European allies will work closely together in the weeks and months ahead. I do think that yesterday's vote speaks to the ongoing changes and challenges that are raised by globalization. But while the UK's relationship with the EU will change, لكن العلاقات البريطانية مع الاتحاد الأوروبي سوف تتغير لكن علاقتها مع المملكة الأمريكية لن تتغير ولكن ستبقى الاتحاد الأوروبي من أهم حلفائنا وأهم شركاء في الأمن العالمي وسوف نتحدث عنها في قمة الناتو وهنالك قيم مشتركة مثل قيم التعددية وقيم الديمقراطية وخاصة في عالم متعدد وهذا أمر يجمعنا جميعا وهذا هو جزء من العمل الذي يجمعنا هنا اليوم العالم يتقلص والعالم أصبح أكثر اتصالا وجميعكم تمثلون هذا التشابك والترابط العديدين منكم محفزون ويسرعون هذه الترابط وهنالك وعود للاستفادة المثلى من هذه الشراكات والترابطات لكن هنالك تحديات وهنالك مباعث قلق إذن هذا أمر يضفي أهمية على قمة الريادة التي نحن بصددها ونحن ملتزمين بها وأنا متأكد من أنكم جميعكم تمثلون كل إيجابيات العالم المترابط والتفاؤل والآمال والفرص التي يمثلها العالم المترابط المتشابك لكن
من المهم في مؤتمرنا هنا أن نجد طرق لتوسيع هذا التشابك والترابط والامتيازات وفوائد هذا الترابط لإفادة المزيد من الناس، وهذا أمر نعمل عليه ونحن مجتمعون هنا في ستانفورد في قلب السيليكون فالي، وهو مركز ريادة الأعمال وتقدم التكنولوجي ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن في العالم كله، وهو مكان يحتفي بقدرتنا كبشر على استكشاف والتعلم وبناء من أجل إعادة التخيل ومن أجل إيجاد طرق جديدة لربط العالم ببعضه والترابط مع بعضنا البعض، العمل سويا من أجل تدشين شركات عالمية، حيث يتحول فيها مشاريع الطلاب إلى مشاريع مثل ياهو ومثل جوجل، هذه مشاريع عملاقة حقا. مشروعي كطالب لم يكن بهذه الجودة، وريادة الأعمال هي مميزة حيث تحولون الفكرة إلى واقع وإلى مشروع ناجح يفيد الاقتصاد العالمي والصناعة ويغير العالم، هذه قوة ريادة الأعمال، ولم تكن ذات أهمية مثل أهمية اليوم في عالم الاقتصاد يمر فيه بتحولات جذرية، حيث الأعمال لا تلتزم بحدود وتتجاوز الحدود وتتحول كل الصناعات وبطريقة جذرية أيضا وتعبر الحدود. ريادة الأعمال سوف تبقى محرك النمو وتحول الأفكار إلى وقائع وإلى أعمال حقيقية ومشاريع صغيرة وتوفر فرص وتخلق فرص عمل وتضع آفاق جديدة للاقتصاد وتجعل الناس يعملون سويا من أجل إيجاد حلول لمشاكل عالمية من التغير المناخي إلى الفقر. عندما يبدأ الناس أعمالهم هذا يساعد أسرهم ومجتمعاتهم وتجعلها أكثر ازدهارا وأكثر أمنا واستقرارا، وهي أيضا فرصة للشباب لخلق شيء لأنفسهم وتمكن أولئك الناس الذين لم يجدوا مكانهم في المجتمعات من نساء وأقليات وأولئك الذين لم يكن جزءا من شركات وشبكات، هذا يعطيهم فرصة للمساهمة وللإنجاز ويمكن لها خلق ثقافة، حيث الابتكار هو القيمة القطبة والعليا. لماذا لا يكون هذا هو الحال؟ دعونا نصنع شيئا جديدا. الروح تتحدث عن أمر عميق فينا كلنا مهما كان شكلنا ومن أين أتينا، وأمر يتجاوز كل الثقافات والخلفيات والأعراق والأديان. بعض منكم يأتون من مدن كبيرة وآخرون يأتون من قرى متنافرة في جميع أنحاء العالم، لكن لديكم اختراره، لديكم هذه الطاقة، الطاقة التي تخرج بحلول مبتكرة للتحديات التي تواجهنا، وريادة الأعمال ما يعطي الناس مثلكم الفرصة لتحقيق أحلامكم ولخلق شيء أكبر منكم. نحن نعيش في أوقات حيث نصف العالم هم تحت سن 30 عاما، هذا يعني بأن علينا أن نتأكد من أن كل الشباب في جميع أنحاء العالم لديهم الأدوات التي يحتاجونها للبدء في مشاريع جديدة ولخلق فرص للقرن 21 العديدين منكم بدأوا حقا بهذا العمل، ومع تنقلي وتجولي في جميع أنحاء العالم لقيت الكثير من الأمور المذهلة، وكانت الفرصة بالالتقاء بالشباب في كل منطقة زرتها وفي كل مدينة رأيت فيها حلولا في قطاعات مختلفة من الطاقة من قطاعات توليد الكهرباء وشبكات ذكية وأيضا للنساء في أماكن نائية في أماكن لم يكن فيها فرص سابقة لأولئك النسوة. نحن نرى إبداعا عملاقا وضخما، وجزء من عملنا وجزء من ما نقوم به هو توفير المزيد من الموارد ومزيد من الأدوات
لوضعها في أيدي أولئك الذين يغيرون العالم، ولتأكد من أنكم جميعا تعرفون بعضكم وتتشابكون لتبادل أفضل الممارسات وأفضل الأفكار. أنا أعرف بأن الواقع ليس دائما براقا، فإن البدء بعمل جديد هو ليس سهلا. يجب عليكم الوصول إلى رؤوس أموال، ويجب عليكم الالتقاء بالأشخاص الصحيحين، ويجب الحصول على الاستشارات وعلى الدعم. ونعرف بأن هذا يكون أصعبا للنساء وللأقليات، فلا تتوفر فرصة للجميع بنفس القدر. يجب عليكم أن تحظوا بنفس الفرص، ويجب علينا التأكد من أن الجميع لهم القدرة على إطراق إمكاناتهم والعنان لقدراتهم. لهذا نحن استثمرنا بالكثير من الجهد والوقت لنتأكد من أن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد ريادي الأعمال مثلكم. وقد عقدنا أول قمة لريادي الأعمال في العام 2010، وقمنا بجمع ريادي الأعمال مثلكم في تركيا وفي الإمارات وفي المغرب وفي كينيا. وقد علمت بأن ساعدنا أكثر من 70,000 رائد أعمال للوصول إلى تمويل وإلى الإرشاد والنصح في أعمالهم. وفي تنزانيا بدأت الكثير من المشاريع وقامت فيها. في هنالك 11 كوبيا، أول وفد من الكوبا ينضم لنا في هذا الصيف في قمة ريادة الأعمال. مرحبا بهم. هم هنا لإعطاء فرص جديدة للكوبيين. هم موجودون هنا بيننا اليوم. أود أن أشكر أنطونيو غارسيا قائد في القطاع الخاص وسفير لريادة الأعمال العالمية. دعمه كان مهما جدا لتمكين ريادي الأعمال الكوبيين من الحضور إلى هذه القمة، فلنصفق له. أود أن أعلن بأن لدينا مجموعة من ريادي الأعمال، سفراء ريادي الأعمال. هذا أمر جديد بدأنا به كجزء من عمل قمة ريادة الأعمال، وقد بذلوا الكثير من الجهود والوقت وبعض الأحيان المال لدعم ريادي الأعمال بجميع أنحاء العالم. إذن مجموعة من ريادي الأعمال الجدد، سارة سباكس، جيم وروانت، ستيفن جيرفتسون، وباتريك كولسون مدير تنفيذي من سترايف. دعم ريادي الأعمال ليس الأمر الوحيد الذي نقوم به بجميع أنحاء العالم، لكننا نقوم بالعمل مع المجتمعات من أجل شركات جديدة وتوسيع المنصات الابتكار والتكنولوجيا لريادي الأعمال في مجال التكنولوجيا. ولهذا قمة العالم هذه يحضر لها نخبة ونطاق واسع من التكنولوجيا، قطاع التكنولوجيا، الأعمال والاتصالات. ونحن هنا نستغل هذه الفرصة لنحييهم في قمتنا. في هذه القمة نقوم بالبناء على إنجازاتنا، وأيضا ندعم أولئك عاملي الخير والمحسنين الذين التزموا بالعمل مع الشركات مع الحكومات من أجل إطلاق مشاريع من أجل الطاقة المتجددة. كما أننا لدينا قادة من مبادرة الشركاء عبر الأطلسي، ولدينا منظمات فرانك أندبر والتي تدعم ريادي الأعمال في مار يزيد على 100 مليون دولار في كل من الأمريكيتين والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
وشركات استثمار مثل كابري انفستر والتي تقوم ايضا بدعم المشاريع الجديده، لكن هذا فقط جزء من الالتزام، وانا اتوقع المزيد من المشاريع المشتركه. اذا لا تخجلوا وانتم موجودين هنا، تحدثوا الى الخبراء، قدموا افكاركم، تواصلوا مع المستثمرين والممولين، تواصلوا مع المرشدين واصحاب القرارات واصحاب افضل الممارسات، لانه نهايه المطاف العالم بحاجه الى ابداعكم وابتكاركم وطاقتكم ورؤاكم. انتم الذين سوف تكونون ما يساعد هذه العمليه، عملية الاندماج العالمي، بطريقة تفيد الجميع وليس تفيد ولا تفيد مجموعة صغيرة فقط. أنا تحدثت عن هذا في وقت سابق. أنا أؤمن بأننا نكون في حال أفضل، في عالم متشابك يتواصل مع بعضه البعض ويتبادل الأفكار، وهذا لكن لا يعني بأن الحضارات قد تتصادم وبعض الناس يقلق، ولكنكم أنتم الجسر، أنتم الغراء، وخاصة الشباب منكم الذين يستطيعون القيادة تجاه مستقبل أكثر ازدهارا وأكثر استقرارا وأكثر فرصا. علينا أن نتأكد من الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستمر بدعم يدين أعمال الجيل القادم، ونحن سعيدين للإعلان بأن قمة الأعمال القادمة سوف تستضاف في الهند، وهنالك معنا ممثلين من الهند موجودين هنا، سوف أجد فرصة للتحدث معهم ولتبادل الأفكار، ولكن الفكرة أنني أؤمن بكم والولايات المتحدة الأمريكية تؤمن بكم، ونحن نؤمن بأن لديكم المهارات والقوة، ليس فقط لأن تحلموا ولكن أن تحققوا أحلامكم، ولا ليس لأن تفيدوا عائلاتكم فقط ولكن أن تفيدوا مجتمعاتكم ودولكم، ولخلق الازدهار. والوعد دائما بأن نلتقي بكم، وهذا وعد سوف يتسمعونه يتكرر من هنالك مهندس برمجيات من مصر، أنشأ شركة اسمها البنتس وهي مكان تسوق متكامل معنا، وجون باسكال من رواندا وهو مدير تنفيذي والمشكل لهابونا ليميتد، وهي شركة تستخدم الوقود البيولوجي المستخدم في أفريقيا. ماريانا تشيكا من البيرو، ماريانا هي مؤسسة لابراتورية، وهي فرصة للنساء للحصول على التعليم لبدء بمشاريعهم، وأيضا شخص تعرفونه وربما سمعتم عنهم هو وقد مؤسس لفيسبوك مارك زوكربيرج، نرحب بهم على المنصة ونتحدث معه. All right.